واحد بلغاري شد له بيستولي في راسه، أمه تحت جت مصدرة، فهمت؟ فيه المشاكل، فما السرقة، فما البركاجات، فما كل شيء، معناه سيرتو البلايس هذه الظلمة والانعدام أمن، والأمن موجود، فهمت؟ أما أخوي اللي سرق يغلب، لكن فما عباد تعس على الدوريات، وفما عباد تخت بيد بتاع صربيا وبتاع على بلغاريا وعلى كذا. حصلت في حكاية الفيديوهات وما خلصتش، طحت في شيكات ورصت لي معناها نخرج من البلاد بالسيف، في الليل تعس وفي النهار تخدم. يا أرضك حتى واحد ينعطوك على وتيل تمشي له، فهمت كيفاش؟ على ساقيك، علشان باش تمشي في جبل وغابة، تبيع الناس كل ناحية بشها، شي فرق سوق، تفك تليفونات، تتفك الفلوس، يتفك سايبوا عليها كلاب. فما اللي اشتر ساقوا نحو هيلو، فما اللي مات في الغابة، يحطوا لهم مسدسات في ريوسهم. تي أحرقت قبل؟ اي، كنت نعيش في الخليج، ومن بعد نتبع فيك الفيديوهات اللي تشوف فيها العباد بتاع صربيا وبتاع على بلغاريا وعلى كذا. حصلت في حكاية الفيديوهات. خلنا نبدأ من الأول، شنو خلى إنسان بصنعته يخمم في الحرق؟ والله أول حاجة أنا كنت نخدم قبل في تونس صافا ومريقل على الأخر، فهمتني؟ واتت خدمت فيلا بتاع واحدة لعلينا في اسمها، وما خلصتش، طحت في شيكات ورصت لي معناها نخرج من البلاد بالسيف، باش نجمت رجعت وخلصت وتصرفت وتسلفت وطحت وقمت. سمحني مادام قلت لي بيلا، نحكيو على واحدة لبس عليها. لبس عليها هاي في عهد، جاتك الضربة من واحدة لبس عليها؟ من واحدة لبس عليها في عهد النهضة، وانا عندي الأوراق في الدار. موضوع هذا ما نحبش نحكي فيه بلاش أوراق، وعندي شكوى مقدمها من 2015 وما نحبش نحكي فيه إلا ما نجبد الأوراق بتاعي، فهمتني؟ موجود. يعني المشروع هذاك خديته انه تورطت فيه في شيكات. اي، مش كان انا معانا البناي، حتى البناي ما نعرفش مازال حي ولا مات. عمك مبروك، ما نعرفش مازال حي ولا مات. برشا ناس تقلبنا فيه الشانتيات، فهمت؟ وانا بتبيعتي مسيب شيكات الفورنيسور. يعني كنت صاحب مشروع وصاحب صنعة، بعد انك سيبت شيكات ولقيت روحك فهمتني غير قادر على السداد، وقتها جات فكرة الحرق. لا، مشيت من الاول بوراقي للخليج، بقيت 3 سنين، خلصت اللي نجم خلص، ومن بعد جتني فكرة الحرقة. بتبيعتها ما تنجم تصير كان من تونس، فهمتني؟ وليت روحت. كي روحت سمحني، ما كشر رشرشي انت؟ لا، رشرشي توقفت وخلصت اللي بقى علي وعودت فكرة الحرقة، فهمتني؟ بالنسبة لفكرة الحرقة وقتها سمحني تخلصت من فكرة انك انت تكمل تخدم على روحك في الحديد. تخلصت منها على خاطر تخدم العشرة يخلصك واحد، برشا تكسير وبرشا ريسك توا كيف هكا، معناها تخدم في مشروعك تخدم ليل ونهار، في الليل تعس وفي النهار تخدم. يعني القلبة كانت كبرى عناوين الحرقة بالنسبة لك؟ بالنسبة لي أنا القلبة، وسيرتو معناها تخدم بالثقة مع العباد، ما فماش ثقة صح. كيفاش تمت عملية الحرق؟ أول حاجة أنت تعرف لي ريزو وإلا سمعت وإلا كيفاش عبر الانترنت، كيفاش بالضبط؟ والله فما ناس مشكورة معناها يهبطوا فيها على التيك توك، والأكثرية تشوف معناها الفيديوهات وتشوف الكراهب، لكن كمشيت شفت على عيني ما ذاك كله ما فماش. هي أول ما توصل من هنا لتركيا أول تحنديرة باش تتحندر في الوتلة ساعة. نبدأ من الأول، أنت وقتها قررت باش تمشي؟ ومشيت كنت كان ساعة، أعطيني الفصل معناها خريف شتاء ربيع صيف. أنا مشيت في الصيف. قررت باش تاخذ تذكره لتركيا. خذيت تذكره لتركيا بحكم منسق مع العباد اللي على تيك توك وعلى الفيسبوك، واحد وفما عباد غاديكا معناها بالاسم ومعروفه وكذا. مشيت يعني الحرقه هذه يعني برعايه منصات التواصل الاجتماعي. حرقه برعايه منصات التواصل الاجتماعي. على تيك توك كل شيء موجود، على تيك توك برشا خباب الفاهم، ما هي سهله. ايش يعملوا انت الفيديوهات اللي ريتهم على اساس العباد وصلت، هي الفيديوهات هذيك من اسطنبول لدرنا. بتبيعتك انت ما تعرفش البلاد هذيك، تتصور الفيديوهات وتهبط، واحلى تسليمه هذه سموها معناها الغاليه راهي ب 2500 يورو. هذه التسليمه كي هبطوك بحذا البريير بتاع بلغاريا، يتصور الفيديو هذاك على اساس العباد هذيك وصلت لبلغاريا وصيب قد كان صربيا، ومن صربيا اذا كان وصلت لصربيا معناها تاكد من روحك دخلت اوروبا. وهي بينات بلغاريا وصربيا شنو جبل واد شنو؟ جبل، جبل تبقى 5 أيام و5 ليالي تمشي في الجبل. انت وصلت لتركيا؟ وصلت لتركيا. لقيت شكون في انتظارك ولا كيفاش؟ بالطبيعة بالتنسيق، فهمت كيفاش؟ وصلنا للوتيل هذا اللي تسكن فيه العباد.
فهمتني، وتتنظم الموضوع وتخرج العباد في الليل فهمتني، تدخل الغابة في الليل تبقى فما بلايص تتلم فيها العباد وتبقى مع طلوع الفجر لازم الناس كلها تضرب الجرياج وتدخل فهمتني. ساعة قبل ذاك يصير الفيديو اللي العباد هذيك وصلت باش يجبدوا عباد أخرين. باهي سامحني توا إلى حد الآن في حدود قداش سربت؟ في الحرقة؟ أي في وين وصلنا للمحطة هذه احنا توا؟ قداش وقتها سربت؟ عندك التيكي بتاع تركيا تخلص عليه روتور بتبيع، تختار أنت الروتور بحكم احنا بلاش فيزا، وتوصل غاديك عندك 2500 يورو بتاع الحرقة. وتنجم تتكلم عادة شكون تونسي سوري؟ خلطين خلطين. انت احكي لي على تجربتك انت. انا تعاملت معاهم الكل، تعاملت مع التوانسه وتعاملت مع المغاربه وتعاملت مع، مازلنا ما وصلناش على الكل، احنا مازلنا ما وصلناش مع الكل، احنا تو قلنا وصلنا لتركيا. به شكون عرضك في اول واحد تكون استقبلك في ما يعرضك حتى واحد، ينعطوك على اوتيل تمشي له فهمت كيفاش. به سكن في اوتيل، تسكن في اوتيل، يجيك شكون غاديك للاوتيل سوى تونسي ولا مغربي ولا. انت احكي لي على تجربتك انت. انا مشيت جاني تونسي فهمتني، قال لي تو نهايرين كذا، نقصدوا ربي به نهايرين، وتلمت الجروب خاطر تتلم الجروب 9-10 من الناس ما يخرجش بالواحد فهمت، يوصلوكم للبلاصه هذه اللي بتاع الحدود ومعاكم بتبيعه واحد هو اللي ديريجي في على شنو تمشيو سمح على ساقيك، على شنو باش تمشي في جبل وغابه شنو من تركيا للحدود شنو على ساقيك الكل. اي من تركيا للعاصمه لصوفيا، من تركيا لصوفيا 5 أيام و5 ليالي بالحساب تمشي لتوصل الحراق. السيد هذا اللي باش يعرضك في صوفيا هو اللي باش يوصلك للحدود بتاع صربيا فهمتني، واذا كانت عديتها كسلكتها ما هي المشكله. انت توا وين وصلت كي هزوكم وين وصلت؟ انا وصلت على العاصمه صوفيا 25 كيلومتر فهمت، النهار اللي باش تجينا فيه الكرهبه باش نطلعوا فيها وتوصلنا للدار في صوفيا نرتحوا نهايرين تدفع فلوسنا كذا. بهك وصلتوا سامحني وين اقمتوا وين بتوا الليله الاولى وين كلي شكون وكلكم كيف ما في الغابه؟ تهز كل شيء، تهز معاك كل شيء حتى من الدواء والبونداج تهزوا معاك. وين باش تسكن؟ ما عندك وين تسكن. والاختار شنو السماء الاختار؟ لا فما حاجات، فما معدات بتاع حرقه، فما ساكوساج هذا يسموه كيف الكوفيرتا بالسلسله هو يتلبس وكذا، كي تتعب صايي باش ترقد تبات فيها هو فهمت. قعدتوا نهارين تو؟ بقينا 5 أيام. نحن 5 أيام. اي 5 أيام وتشدينا في الكياس احنا نستنوا في الكرهبه والشرطه بتاعهم وقفت. السربية؟ لا البلغارية، مازلنا ما دخلناش السربية. وكي يشدوك غاديك يرجعوك للحدود بتاع تركيا، يسيبوك في الحدود بتاع تركيا بالطبيعة الناس كل تنحي دبشها، لا صبات لا سبادري لا مريول لا حد شيء، باش ما عادش ترجع العباد يسيبوك هكاك. سامحني انا نحب نسالك، كي شدوكم من الشرطه البلغاريه كيفاش كان التعامل ساعه قبل؟ والله هما الشرطه تعاملك نوع والجيش يعاملك نوع. به كان شدتك الشرطه راه باش يفركسوك، تفك التليفونات تتفك الفلوس يتفك هذا ويتفك هذا، ما حتى اذا كان باش يضربوك ما يضربوكش الضرب الخايب، اما اذا كانت شديت في يد الجيش راه فما عباد سايبوا عليها كلاب، فما اللي اشتر ساقوا نحوها له، فما اللي مات في الغابة، فما اللي تحايلوا عليهم الغاديك وتجلطوا، فما اللي تشدوهم الكراد يحطوا لهم مسدسات في ريوسهم يقول له كلم عائلتك تبعث تو الفلوس، وهم اللي يحكموا 1000 يورو 2000 يورو 500 يورو ما تبعثتش الفلوس يعملوا فيه ما يتعملش. سمعنا برشا احنا على الكراد، شنو هي حكاية الكراد هذه بالحدود البلغارية الصربية؟ الكراد هذوما في تركيا، أنا بطبيعتي ما معناها ما عشتش في تركيا باش نعرفهم، أما نسمع بهم كيف الناس والحمد لله ما تشديتش فيهم، أنا عندي صاحبي تشد فيهم وقت اللي عدوا له طلب دارهم بالميسنجر وعدوا لأمه واحد بلغاري شاد له بيستولي في راسه، أمه تحت جت مسطرة زعما ماتت أمه فهمتني، وما يسيبوك إلا ما تتبعث الفلوس وهزينه في مال تاع كرهبة فهمتني، ما لا يرحموه لا الفلوس يتاجروا في كل شيء غادي يختاروا. كيفاش كانت نهاية رحلتك أنت بالضبط؟ أنا جربت بعد بخمس أيام. كيفاش من بعد شنو صار؟ بعد بخمس أيام تشديت والحمد لله، معناها ما عملوني بالباهي، أنا تحت في يد البوليسية مش في يد الجيش، رجعوني رجعت كالعادة لتركيا، ما تشدتش عندي فلوس، ما معناها قريت حساب
روحت ديريكت، رجعت لتونس، رجعت نخدم في تونس والحمد لله. معناها واحد بشوي رجعت لورشة الحدادة متاعك ونحيت الحرقة من مخك؟ والله نحيت، أنا من قبل ما عنديش الحرقة في مخي، أنا من قبل نخدم في تونس، معناها ريت أنا معناها معروف بالقدالة هنا، فهمتني؟ من قبل نخدم، فهمت؟ غير شنو الحديد هني حكيت لك فيه برشا قلبه، فهمت؟ أما يزورني مازال فما برشا شباب مخه كان في الحرق. والله ايش باش نقول لك، ما يعرفوش، ما جربوش، ما يعرفوش، اللي راهو ماهيش سهله، معناها ماهيش سهله، راه بالرسمي الموت تشوفها بعينك.